رجل يسأل يقول يعمل في فندق والفندق يقدم خمورا للزبائن وعمله لا يتصل ببيع الخمور، فليبطل في هذا العمل مع أنه محتاج إليه أن يقدم استقالته. إذا كان عمله في الفندق لا يتصل بالخمور ولا يقع في محرمات فأرجو والله أعلم أنه لا يأثم، لكن إجمالا إن وجد ما هو أفضل حتى لا تقع عينه على محرمات فالذهاب للأبعد عن الشبهات أولى، لكن إن لم يجد إلا هذا وهو بعيد عن المحرمات فلا نستطيع القطع بتحريم عمله والله أعلم. جزاك الله خير.